لاباسين؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ساهله ماهله، كلشي كيحماق عليها الكبار والصغار. ورقه ديال البسطيله معمر بشي وكيكه ديال الدجاج والبيض والفرماج ديال لي ساندويتش، اقتصاديه وكتصلح للعشيه هكا يا البوتي. كلشي كيحماق عليها ودغيا تصاوبيها. نخليكم مع المقادير. يلا دابا غنبداو المقادير. اول حاجه بصله كبيره مشلضه مع شويه ديال الثومه، دوزناها شويه في الزويته وشويه السكر، هذاك السكر باش كيحيد المروره ديالها. 400 درهم ديال السدر، ولا اللي كان عندكم ديال السدر مقطع طريفات صغيورين، شويه ديال الربيع والعطريه، والعطريه غير شويه كنديروا نسمو شويه شويه، شويه الملحه، شويه الابزار، شويه هذا القزبر الكارم، وشويه قعقله. قعقله كتنسم كتجي زوينه، شويه الكوزه، شويه الخرقوم مع عرق، وشويه سكنجبير، ورقه سيدنا موسى، وعود ديال القرفه حتى ما كننسمو اليوم. وعندنا كيري، كيريات اللي كانوا عندكم. الفرماج هادي الفرماج فيها اختياري، قد ما بغيتو ماشي مشكله. انا درت 5 ديال الكيريات، وهادي باكيه ديال الفرماج ديال لي ساندويتش حتى هي كنديروها فيه. وفرماج غافي، فرماج احمر محكوك، قد ما بغيتو الفرماج ديروه ديروه، كان عندكم ديروه هكايا، ما كانش عندكم ما ديروش. ليسونسييل هو المهم هو الفرماج ديال لي ساندويتش. وستة البيضات ضروريين، سيطاب ديال الحليب كناخدو غير كاس كبير ديال الحليب، شويه الهريسه، شويه زيت الصوجا، كنديرو شويه هادي لا بودغ ديال الكروفيت باش كنحيدو النسمه ديال الزفوره ديال الدجاج، والاعشاب المنسمه شويه. واهم حاجه الورقه ديال البسطيله، خديناها صغيره نص كيلو. يلا دابا غنبداو نقليو شويه الدجاج. دابا درنا البصله هاهي دوزوها في المخلط، نزيدو عليها الدجاج، هاهو الدجاج، نخليو يتسحق فيا الدجاج دغيا تيطيب، متيشدش الوقت. إلا طيبتيه فوتيه قياس وتجي خايب تجي قاصح، من الأحسن أنك طيبيه غير شي شويه ماشي بزاف، متفورسيش عليه في الطياب. ندير ورقة سيدنا موسى وعود ديال القرفة، نخليه يتشحى شي شويه بحال هكايا حتى يولي لونو شويه بيض، عاد باش نديرو العطرية، باش العطرية تبقى لونا لينا لوكو ديالها، مذاقها كيبقى مكتمشيش مع الجو ديال البوطة. دابا نزيدو العطرية ها هي مليحة، انا ما كنكثرش الملح بزاف كندير غير شويه، صرا عطريه اخرى ثاني نديرو، كنديرو العطريه شويه شويه هكا باش ما تجيكش الماكله قاصحه. نقصو على البوطه مزيان باش يتبع على خاطرو، يتبع لنا منها ما يقصحش لينا. نديرو شويه زيت الصوجا، هاد زيت الصوجا ديك الخاطره ماشي ديك الجاريه، هادي لابودغ ديال الكروفيت، ندير شويه نزيدو بيها، هادي الأعشاب المنسمة نسمو بيها الدجاج، كبرا شي كيكة في الفوق حاجة منها شويه، وكنحكو شويه الكوزة، الكوزة كتعطي واحد الطيبة زوينة زوينة بزاف، والهريسة اختيارية. ملي دنا الهريسة هانا كنبقاو نحركو فيه تا كيف كتحسي بيه هلك تعسل، شوفو لونو كيف كيولي، يا سلام عرفتي ذوقوه، والله الروعة الروعة، هاد الوصفة أصلا هي روعة، والله ما غتندمو إلا جربتوها. هادي الوليدات كيحماقو عليها، عرفتي عائلتنا اللي جا كيقولك ديري هادية، عاودي ديري هادية، كتجي زوينة بزاف، وساق شوف العشية بحال هكا البوتي مكتخيمش ديري، هاد الوصفة زوينة. هاهو الدجاج تعسل، كنديرو الربيع في اللخر باش كيبقى عاطي هاديك النسمة. هاكا هاكايا شويه شويه، شوفي تعيسل
ما كنديروش الزيت، صافي البصله هي الوحيده اللي كنديروا معاها شويه الزيت باش تحمروها. عادخي كنديروا غير السميته، من بعد كنديروا غير زيت الصوجا، شويه ديك ديال زيت الصوجا صافي. وها هو الدجاج ديالنا وجد. دابا ندوزو لطاب الاخرى. البسطيله كنفرشو بدا من تحت، هادي خلطه صغيره غادي صغيره بزاف كاع، كنبقاو نديرو ليها هكايا كنهزوها شويه على الجناب، كنبقاو حتى كنعمروها. واخا تبقاي تكتري ماشي مشكله، الورقه هاي كتري قد ما فيك تكتري كتري هكا هكا شوفي كيف كنديرها. هي كنحطها هكايا بحال هي، نعمر لتحت مزيان مزيان مزيان. ها هي تجيني دايره، تجي على قد القاع اللي تحت ديال الماء. المهم كنكونو ديجا مفرشين ليه هذيك سميتها ورق الزبده باش ما تلصقش لينا مع البيض والحليب، غتلصق. ها هي هي درنا الطبقه الاولى عمرناها، من بعد غنديرو من فوق منها الفرماج ديال الساندويتش. حدو لي اختي هذا كامل، ها هو نديرو طبقات طبقات مزيان هكايا. حتى شرب عصا هكا، نعمرو الطبقة مزيان. حيت قطع عليكم ماشي مشكلة، غادي نزيدها شوية هنايا باش تجيني كاع البيصة عامرين، ماشي مشكلة صافي هكا. وكنحط الدجاج، ها هي الدجاج اللي طيب، ها هو نديرو هنايا، نحيدو هاد صاحبنا موسى ونحيدو عود ديال القرفة، منديروهمش هاهما. هاهي ندير في كاع البلايص الدجاج، من بعد صافي كنزيد عوتاني الورقة ديال البسطيلة. هاهي الورقة ديال البسطيلة، درتي تبقى رقيقة، وهكايا غندير فوق منها الفرماج ديال الكيري هكايا. هادي اختياري اللي بغا يديرها يديرها، اللي مبغاش يديرها هنايا ماشي إجبارية، هادي اختياري اللي هزا لي الفرماج. عاوتاني كندير طبقة أخرى، هاهي كندير الفرماج أخرى تاني. فرماج غابي شحال ما بغيتو، هذا فرماج احمر عادي صافي. وكنكمل هكا، نحط شويه ورقه لتحت بحال هكايا هكا. كناخد موس كنقطعها هكا، قطع من الوسط بحال هكا من الوسط، داك تحسب الموس هبط لتحت، قطع على ربعة هكا هكا. وهنايا داك ست البيضات وكاس كبير ديال الحليب، ها هما اللي طغرناهم مزيان، زدنا عليهم شويه الملح شويه البزار والكوزه نسمنا بها وكنخويو هكايا صافي. كنبقاو نحلو في هاد البلايص هادي فين قطعنا، حتى كيدخل الحليب مزيان، كيدخل الحليب هو البيض، ها هما
الزيت وهاد الشويه اللي بقى. البيض هو شحال ما بغيتو ديرو ديرو، هو ما تفوتوش 6، بغيتو ديرو 4، بغيتو ديرو 5، شي مشكله. ها هي من بعد كنزوقو بهذا، مكتاشيكم قبيله كنديرو فوق الججلان نسيتو، ديرو الججلان وكندخلوها للفران. كندخلوها للفران تقريبا شي ساعه، ساعه الا ربع هكاك على حسب هي غادي تبان لكم واش طابت ولا لا. صافي وبالصحه والراحه، نتلاقاو مره اخرى، وما تنساوش ديروا لينا ابوني، وما تنساوش لايك. نبقى نعاودها لكم، ابوني ولايك ما تنساوناش. حنا بلا بكم ما بقيت سوا والو، باش نبقاو ديما نعطيو جديد.